وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المجمعات الصناعية عبر الفيديو كونفرنس، حيث افتتح المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي المطهرة بمحافظة المنيا، والمجمع الصناعي بمحافظة قنا، وكذلك المجمع الصناعي بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر. وأكد الرئيس عقب هذه الافتتاحات أن الدولة تسعى لتشجيع فرص العمل ورفع معدلات التشغيل في مختلف القطاعات، باعتباره هدفا رئيسيا ضمن مسار تنفيذ المجمعات الصناعية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي. دكتور عماد، أهلا بحضرتك. وبعد التحية، كيف تابعت افتتاحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لمجموعة من الطرق والمحاور والكباري بإقليم الصعيد؟ الحقيقة طبعا الدولة بتولي اهتمام غير عادي بإقليم الصعيد، وده حقه لأنه هو كان تم إهماله لفترات طويلة، لكن منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القياده والصعيد على راس الاولويات، وده واضح عندنا في قطاع النقل والكباري. يعني حضرتك النهارده افتتاح خمس محاور مهمه جدا للنيل. كان بيتعمل الكوبري زي ما كان الفريق كامل كل ثلاث او اربع سنين كوبري. اتصور حضرتك مجموعه المحاور دي كلها، يعني مثلا محور عدلي منصور 7 كيلو 29 متر في العرض بتاعه، بيربط بين طريق الكريمات الشرقي والزراع الغربي، في 7 كباري ولفق. بنتكلم على محور سمالوط 24 كيلو في 47 عمل صناعي، 30 كوبري و17 لفق، تكلفته 2 مليار. بيروت نفس الكلام برضو، في 13 عمل صناعي. قوس في حوالي 30 عمل، 15 كوبري و15 لفق. كلبشة نفس الكلام، 9 كباري و5 انفاق. احنا بنتكلم على كمية كبيرة جدا 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 من الاهتمام والتنمية المتوالية. ده الموضوع الأول. الموضوع الثاني، اهتمام السيد الرئيس براحة المواطنين من خلال توجيهه دايما بعمل راحات ومحطات الوقود وكافة الخدمات اللي موجودة على الطرق. الحاجة الثالثة، التوجيه نحو التنمية الشاملة المتكاملة وعدم التعدي على الطرق بتعديات عشوائية من خلال حجز كيلو من كل جانب، وخاصة في المحاور الجديدة، وذلك من أجل الإبقاء على الأراضي الزراعية وعدم تأكلها. أرى أيضا أنه اهتمام الرئيس لا يزال متزايد بالصعيد، من توجيهه بإنشاء الثلاث محاور اللي ناقصة، بدل ما كانت هتتعمل 2024 بتوجيه ده أنه تتعمل مباشرة هذا العام والبداية فيها مباشرة، وتوجيهه ده للمقاولين. ودي الحقيقة هي جدا من السيد الرئيس انه يوفر الوقت والجهد والاموال الزائده اللي بتنجم عن تاخير المشاريع. الاهتمام بانه يبقى المسافات ما بين المحاور والكباري 25 كيلو، دي بتوفر في مسافات النقل، بتوفر في الوقود، بتعمل على التنميه المستدامه، لانه الربط ما بين مراكز الانتاج والتوزيع، ما بين المدن القديمه والمدن الجديده، الربط ما بين الطرق الشرقيه والطرق الغربيه، فبالتالي بتسهل حركه المحاور العرضيه، وهي محاور اختراق تنميه او شرايين تنمويه موجوده في الصعيد في الفتره الاخيره. نعم. طيب دكتور عماد، يعني هذه المشروعات التي تم افتتاحها اليوم يعني تعتبر مشروعات عملاقة، وكانت في السابق تنفذ في أوقات يعني كبيرة، ممكن المشروع يظل يعني خمس سنوات أو ست سنوات حتى يتم الانتهاء منه. هل يا فندم حدث تكنولوجيا أو تطور في التعامل مع هذه المشروعات، أم أن يعني العمل يضغط يعني لتنفيذ تنفيذ هذه المشاريع في يعني مدد قياسية؟ ودي مبالغة. السبب الأول هو الدعم السياسي والتوجيه من القيادة السياسية على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. الموضوع الثاني طبعا تذليل كل العقبات اللي ممكن تكون موجودة، وخاصة العقبات التمويلية والنواحي المالية. طبعا حضرتك عارف انها ممكن توقف أي مشروع. الموضوع الثالث، تطور التكنولوجيا الإنشاء والصناعة في مصر تطور بالغ في ال15
الفترة الأخيرة، وأصبحنا up to date ونضاهي كافة التكنولوجيا الموجودة في العالم. يعني حتى على مستوى الكبار اللي بتتعمل على التقاطعات في الشوارع، حضرتك لو شفت مثلا الكبار اللي اتعملت في شرق القاهرة أو في جنوبها أو في محور الحضرات، كان الكوبري زمان ياخد حوالي سنتين ثلاثة داخل المدينة، النهاردة بياخد شهرين. فطبعا فرق سنتين من شهرين ده فرق تكنولوجي، لأنه أصبحت صناعات المنشآت وصناعات الكباري والأنفاق والطرق في مصر صناعات متقدمة وفيها تكنولوجيا حديثة. طبعا دي بتساهم في توفير وقت وفلوس، وفي نفس الوقت كمان ماتيريال أو مواد مستهلكة من الدولة، لأنك بتستغني عن الطبقات الكبيرة باستخدام تكنولوجيا حديثة بيتم طبعا تدعيم التربة وتثبيتها وأمور أخرى بتساهم في تخفيض الوقت والتكلفة وتسريع أو الإسراع من وتيرة المشاريع المختلفة الموجودة. الشركات المصرية اللي أصبحت شركات عملاقة بتشتغل بمليارات، عندها حجم كبير جدا من العمالة والمعدات، اللي بيتسابق العالم على فكرة حضرتك على إن هو يتشارك معنا في توريد المعدات الهندسية اللازمة، سواء أوروبا أو آسيا أو أمريكا. كل الدول على فكرة بتتسارع إنها تخش السوق المصري علشان تساهم معنا في النهضة التنموية الشاملة اللي بتحصل في مصر. نعم، أيضا السيد الرئيس شدد على دعم ودمج الصناعات غير المقننة في سوق العمل، كيف ترى خطوات الدولة في هذا الصدد دكتور؟ والله ده يعني فعلا من أجمل لفتات النهاردة، يعني لفت نظري حتى كمواطن مصري مش خبير في الطرق والمجال الكباري. الفكرة أنه النهاردة توفير الأوضاع أو المصالحة اللي موجودة ما بين من يرغب في الإنتاج وما بين مكونات الدولة الحديثة. الناس زمان كانت بتشتغل بطريقة عشوائية شوية، لأن هي ما كانش عندها المقاومات الكافية وما كانش عندها البيئة الصالحة للإنتاج الصحيح. يعني فكون الرئيس قال إن البيئة بقت متوفرة وأنا بوفر ده، والدولة بقت بتقيم كل المشاريع الصناعية بطريقة سليمة وإمدادها بالمرافق والخدمات والكهرباء والطاقة اللازمة، وأيضا بتشجع على وجود المستفيدين من هذه الصناعات وإعادة توزيعها سواء في الداخل أو في الخارج. فلفتت الرئيس النهاردة أن هو يوجه نحو يعني مد اليد لهؤلاء الناس الذين يرغبون في الإنتاج أن هم يصبحوا بينتجوا بطريقة سليمة في المكان السليم. دي الحقيقة يعني قمة في الذكاء وقمة في الرغبة في تشارك كافة أطياف المجتمع بكافة طبقاته وكافة مستوياته الفكرية في أن هو يخش في المنظومة الصحيحة ويتم تصحيح فكره وتصحيح طريقة تعامله مع المجتمع. نعم، أيضا دكتور عماد، عندما تابعنا افتتاح هذه المشروعات والمحاور والطرق الجديدة، هل هذه المشروعات دكتور سوف تؤدي إلى تغيير وجه الحياة في إقليم الصعيد؟ يعني هنشوف الصعيد بشكل مختلف، وهذا التأثير متى سيظهر؟ على إن في خطط لتنمية شمال الصعيد وجنوبه ووسطه. نعم، الخطط دي متوفرة وموجودة لدى الدولة المصرية، هيئة تخطيط مشروعات نقل هيئة التخطيط العمراني والإقليمات، أيضا في وزارة الإسكان، في وزارة الدفاع. ففي داخل أرقة الدولة بيتم دراسات عديدة ومتشاملة منذ فترة طويلة لتنمية الأقاليم المختلفة في الصعيد والربط ما بينها وما بين خطط التنمية والإنتاج في الدولة. يمكن أبرز الحاجات اللي موجودة طبعا مشروع المليون فدان، مشروع المليون نخلة في الوادي، مشروع المثلث الذهبي، مشاريع التنجيم المنجمية والمعادن، مشاريع الربط ما بين الظهير البحري وما بين المدن. فاحنا عندنا الحقيقه في الجنوب في مينا سفاجه والقصير والحمراوين ومينا الغردقه، يعني في اكثر من مينا الحقيقه متوفره موجوده في الصعيد. هذه الموانئ المختلفه بيتم ربطها مباشره بالظهير السكني في داخل المدن القديمه زي انا وسوهاج واسيوط، وايضا وصولا الى الوادي الجديد من خلال محاور عرضيه. المحور العرضي هو جزء منه المحور الذي يعبر النيل وصولا الى الطرق الشرقيه اللي هي ناحيه الموانئ، ثم من الموانئ الى الطريق الشرقي في مجموعه اخرى من الطرق اللي يمكن تم انشائها بالفعل. فده بيخدم جدا حركه التجاره والتنميه ما بين الموانئ الموجوده على البحر الاحمر وما بين مدن الصعيد. واعتقد دكتور عماد ايضا يعني سوف يحدث نقل نوعيه في المجتمعات الجديده السكنيه، يعني ممكن مدن جديده سكنيه تظهر يعني على جانبي هذه الطرق. حضرتك كل المدن السكنيه اللي عملتها الدوله في الصعيد، سوهاج الجديده وانا الجديده، نسبه الاشغالات فيها يعني يعتد بها وفعلا هي حاجه كويسه. يمكن ده عكس الثقافه القديمه ان كل المدن كانت بتتعمل وكان بتاخد وقت طويل جدا الى ان يتم التسكين والانتقال السكان اليها.
ده بفضل وجود المحاور، سواء كانت محاور النيل او محاور العرضيه اللي عملتها الدوله على مستوى الصعيد، وده اللي ساهم بشكل كبير جدا في الانتقال العرضي وسرعه انتقال السكان من المدن القديمه الى المدن الجديده. وده واضح جدا في يعني في خلال التزايد على الطلب لهذه المدن، ودي ظاهره كويسه، لان طبعا فكره الدوله هي انتقال 25 مليون مواطن عرضيا من الوادي الضيق الى الشرق والغرب، فده ما كانش يحصل الا بخلال وجود هذه المحاور العرضيه على نهر النيل، واللي بتتكامل مع المحاور الطوليه اللي موجوده بالفعل او اللي بيتم تجديدها وانشائها. نعم دكتور عماد، اخيرا يعني كان هناك حديث من السيد وزير النقل عن طريق يربط جنوب مصر بوادي حلفة او بالسودان، حضرتك القنا الضوء على هذا الطريق. هو الحقيقه الفكره ان مصر دايما بتتكامل مع الدول الافريقيه، وبالتوجيه بالنظر ناحيه الجنوب دايما هو ايضا وجهه نظر القياده السياسيه الحاليه، واللي تمثلت في اكثر من مشروع. ففي مشروع طريق ام الجرس ده بيربط ما بين مصر والسودان وتشاد، في طريق ايضا بيربط وادي حلفه وارقين في السودان مباشره، تم انشاء مجموعه من المنافذ الجديده على الحدود مع السودان زي منفذ سوهين، في عند حضرتك ايضا تطوير الطريق الساحلي الموازي للبحر الاحمر اللي هو طريق من مرسى علم شلاتين حلايب وصولا الى سوهين، ايضا بنتكلم على طريق كايرو كيبتاون اللي هو الطريق اللي بيبقى جزء منه الطريق الصحراوي الغربي القاهره اسيوط، واللي بيبدا من اول اسكندريه وصولا الى اسوان ثم الى الجنوب ناحيه السودان. هذه وهذا الجزء هو جزء من الطريق الافريقي الشامل كايرو كيب تاون اللي مضت عليه مصر اتفاقيه مع مؤسسه الكوميسا او منظمه الكوميسا في افريقيا. فيعني مصر دايما الحقيقه في الطرق بتاعتها بتراعي دايما الاحمال المحوريه المتوقعه، بتحط طرق للشاحنات، بتعمل طريق خرساني مهم جدا في القاهره اسيوط من اجل حركه الشاحنات عليه، كل ده عشان تتكامل مع الدول الافريقيه وتتصل بها بما فيها السودان، ثم الانتقال الى باقي الدول في وسط افريقيا الى جنوبها ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والنقل الدولي.